استاذ علي بركه، انا بدي اسالك عن شغلتين بالاضافه طبعا الى ما يحكى عن السلطه الفلسطينيه، وكرمال هيك اختلط علي الموضوع بغزه والضفه. بدايه، زياره الموفد الامريكي الى لبنان اليوم يمكن تاتي تحت عنوانين. اول عنوان تحدث فيه بموضوع ال 1701 والالتزام بجنوب لبنان بال 1701، وهذا ينسحب ليس فقط على حزب الله انما ايضا على الصواريخ التي تطلق من الفصائل الفلسطينية باتجاه إسرائيل ومنها حماس. واحد، بدي أسمع رأيك بهذا الموضوع قبل ما ننتقل للموضوع الآخر، وهو هل يمكن أن تكون زيارته أصلا إلى دعوة بموضوع تبادل الأسرى. بداية، 1701، إذا اليوم في مطلب بالالتزام بال 1701، حماس ليش عم تطلق صواريخها من لبنان؟ أولا السلام عليكم لك ولضيفك وللمشاهدين. طبعا اليوم في مجزرة كبيرة في قطاع غزة، هناك حرب إبادة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني، مدعومة من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهذه الحرب الإبادة تنتهك كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وتستهدف المستشفيات والمخابز والكنائس والمساجد والأطفال والنساء وسيارات الإسعاف. يعني لماذا لا يسأل الأمريكي والصهيوني لماذا لا يلتزم بالقانون الدولي وبالقرارات الدولية، بينما الذي يدافع عن شعبه الآن تسألين؟ لا، نحن نسأل الأمريكي أستاذ علي، يعني نحن نسأل الأمريكي دائما. بس أنا هلأ عم بسألك، طالما في حزب الله اليوم بلبنان وطالما في قرار 1701 وفي مقاومة لبنانية، لماذا اليوم حماس تطلق الصواريخ من لبنان بالوقت اللي هي تخوض معركة باسلة في غزة؟ التدخل المقاومة في لبنان سواء كانت لبنانية أو فلسطينية هو للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة وللدفاع عنهم ولمنع العدو الصهيوني والأمريكي من الاستفراد بقطاع غزة ومواصلة هذه الجرائم التي يشاهدها كل العالم اليوم. أكثر من 11 ألف شهيد حتى الآن وأكثر من 25 ألف جريح ومصاب، وهناك يعني 50% من الشهداء والجرحى هم من الأطفال، وكذلك هناك حوالي 30% من النساء. نعم. فلذلك يعني لا يسأل الفلسطيني الآن الذي يقيم في لبنان لماذا أنت تدافع عن شعبك في غزة، لأننا شعب واحد ونحن لا يمكن أن نبقى متفرجين على شاشات التلفاز وشعبنا يذبح في فلسطين. عندما تتوقف المذبحة في غزة تتوقف بس الجبهات الأخرى. نعم. هذه الجبهة هي الإسلام. أستاذ علي، منهم من يقول أنه هذه ما تقوله اليوم حضرتك هو خرق مباشر للسيادة اللبنانية، بغض النظر أنا طبعا مش عم ناقشك بإجرام إسرائيل وما تقوم به، وهذا أمر مسلم به، ومقاومة حماس أدى وقدود بغزة. أنا عم ناقشك بموضوع حماس في لبنان، أنه هذا خرق للسيادة اللبنانية. أولا لأنه يعني لبنان يعني حماس أول شيء فلسطينية وهي مع سلاح فلسطيني، ثاني شيء في نفترض أنه المقاومة في حزب الله. يعني أولا الجمهورية اللبنانية منذ عام 48 وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني، والجيش اللبناني قدم شهداء عام 1948 في المالكية، ومشهور الشهيد محمد زغيب الذي سميت ثكنة الجيش في صيدا على اسمه استشهد في فلسطين دفاعا عن الشعب الفلسطيني. فلبنان هو بلد عربي معني بالقضية الفلسطينية ويعتبر القضية الفلسطينية قضيته المركزية، ولا يمكن للبنان أن يتأخر لحظة عن إسناد الشعب الفلسطيني. الآن هناك حرب كبيرة عالمية على الشعب الفلسطيني، لا يسأل الإنسان الذي يدافع عن شعبه وعن أرضه لماذا لا تلتزم بقرار دولي؟ العدو الصهيوني وأمريكا ينتهكون الآن القرارات الدولية، فلماذا يطبق القرارات الدولية على العربي ولا يطبق على المحتل الإسرائيلي؟ يعني أنا أستغرب أن يكون الحديث هنا أنه مطلوب أن نتفرج وأن يكون دورنا متفرجين وأن يستفرد بالشعب الفلسطيني. لبنان لا يتفرج يا أستاذ علي، لبنان لا يتفرج، حزب الله في معركة على الحدود. طبعا لبنان لا يتفرج. نحن لسنا أقل من حزب الله الذي يقدم الشهداء، نحيي حزب الله ونحيي المقاومة الإسلامية في لبنان ونترحم على شهداء حزب الله ونتوجه بالتحية للبنان ولشهداء لبنان الذين
يرتقون في هذه المعركة دفاعا عن الشعب الفلسطيني، فعلى الأقل أن نقف إلى جانبهم في هذه المعركة كذلك، وأن نضحي مثلما أنهم يضحون، فهذه معركتنا جميعا. طب هل يعني اليوم لأنه إجا الموفد الأمريكي وعم يطالب بال1701، إذا ما طالبت مثلا الحكومة اللبنانية بحصر هذا السلاح وعدم إطلاق صواريخ إذا بدك من الفصائل الغير لبنانية الفلسطينية باتجاه إسرائيل، تلتزموا؟ يعني أنا لست مفوضا في هذا الملف، وحتى الآن لم نسمع هذا الكلام. يعني أنا عم بحكي بناء هلأ في شيء مستجد. لا يعني إحنا مش عارفين بعدين الأمريكي اللي عم يذبحنا بفلسطين ما بيحق له يجي يقول للبنان أنت ممنوع تتدخل. الأمريكي اليوم أرسل حاملات طائرات إلى البحر المتوسط، وأرسل قنابل وزن القنبلة طن الآن يدمر غزة ويقتل النساء والأطفال في غزة. مش من حقه اللي هو شريك في المعركة في فلسطين اليوم ضد الشعب الفلسطيني، مش من حقه أنه يضغط على لبنان أو على أي دولة عربية ويقول لا أنت غير معنية وأنت غير عربي. لا، هذه معركة العرب جميعا، واللي بيقدر يساعد بالدم أفضل من اللي بيساعد بالمال، واللي بيساعد بالمال أفضل من اللي بيساعد بالمظاهرات، واللي بيساعد بالمظاهرات أفضل من اللي بيتفرج على الشاشة التلفزيون بيتفرج. أستاذ علي، في شق تاني من هذه الزيارة ربما قد يتعلق بتبادل الأسرى. في كلام سبق وصدر عن اللواء عباس إبراهيم بأنه قد يكون هناك مسعى معه لأموس هوكشتين بهذا الموضوع، وتوجه اللواء إبراهيم إلى الدوحة للقاء إسماعيل هنية، وكمان وصل بشكل مفاجئ الموفد الأمريكي إلى بيروت. في كان كلام عن وصول أيضا إسماعيل هنية إلى بيروت لحصول هذه المفاوضات، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني علينا أن نفرق بين مسألتين. أولا، نحن غير معنيين بزيارة هوكشتاين إلى لبنان، هذا شأن لبناني. أما بخصوص زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى الدوحة، طبعا حصلت يوم السبت الماضي والتقى مع الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، واللواء إبراهيم طبعا لديه علاقات عربية ودولية واسعة ولديه دور ولديه مبادرة، ونحن نرحب بهذا الدور كما رحبنا بكل المبادرات من الدول العربية والأجنبية التي اتصلت بنا من أجل وقف العدوان على غزة، أو من أجل إفراج الجرحى، أو من أجل تبادل الأسرى. فنحن نرحب بأي جهد عربي أو دولي من أجل تخفيف عن معاناة شعبنا الفلسطيني. بس إسماعيل هنية جاي إلى لبنان ما جاوبتنا. ما في أي موعد مرتب، وما في بجدول أعماله يعني زيارة للبنان حاليا، لكن ما في مانع أنه يزور لبنان، لكن هو وصل اليوم إلى تركيا وسيلتقي بالرئيس التركي يعني اليوم أو غدا. نعم. طيب، بموضوع ما يحصل في غزة وموضوع تبادل الأسرى تحديدا، اليوم إسرائيل تشترط أنه تبادل الأسرى قبل أي وقف لإطلاق النار، بالوقت اللي حركة حماس اليوم موقفة واضح أنه لا تبادل الأسرى قبل وقف إطلاق النار، وبالتالي تبدو المفاوضات عالقة عند هذه النقطة. ما جديد المفاوضات التي تخاض في الدوحة أستاذ علي حول هذا الموضوع؟ أولا، من الطبيعي أن يكون هناك ظرف أمني سليم، أن يكون هناك وقف عدوان حتى تستطيع المقاومة أن تخرج الجرحى الأسرى من أماكن يعني مخابئهم أو أماكن احتجازهم. كيف سنخرج ونجمع الأسرى؟ مثلا العدو الصهيوني استهدف الأسرى، يعني حتى الآن أكثر من 60 قتيل من الأسرى والمحتجزين سواء الإسرائيليين أو الأجانب في هذه الحرب. العدو الصهيوني ليس لديه مانع بأن يقتل كل الأسرى حتى لا يجري صفقة تبادل. نحن قلنا لكل الوسطاء لابد أن يكون هناك ظرف أمني حتى يتم إجراء تبادل. طبعا عرضنا سابقا أن يتم الإفراج عن النساء والأطفال من الجانبين، وأن يكون هناك تهدئة إنسانية لمدة 5 أيام وإخراج الجرحى وفتح معبر رفح، لكن العدو الصهيوني هو الذي تنصل وهو الذي عرقل هذه الوساطة القطرية والمصرية سابقا. الآن هناك جهود جديدة، يعني القيادة هي التي تقرر، القيادة تسمع كل المبادرات. هناك الآن ربما جهد أمريكي أو طرح أمريكي بهدنة لمدة 3 أيام، هدنة إنسانية. نحن نناقش كل العروض ونحن جاهزون
لإبرام أي صفقة تبادل، سواء كل الأسرى مقابل كل الأسرى، أو هدنة إنسانية مقابل عدد من الأسرى المدنيين من الجانبين، مع إخراج الجرحى. نعم. العلاج في الخارج وفتح معبر. نعم. قد إيه بعد في كم أسير على قيد الحياة؟ يعني إذا كانوا الأسرى 250 أو أكثر شوي، يعني خلينا إذا شلنا 60 ممكن يكونوا 190 أو 200. حتى الساعة بعدهم على قيد الحياة وجاهزون أنتم للتفاوض حول هذا الموضوع؟ طبعا، هن كانوا حوالي 250 أو أكثر قليلا، الذين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية 60، فالعدد يعني أكيد بده يتناقص يعني بسبب الغارات الإسرائيلية. نعم نعم. طيب، بموضوع في تصريح كان لافت جدا لإسماعيل هنية، بيقول فيه نحن جاهزون للتفاوض، هذا ما تفضلت فيه حضرتك، وبيقول فيه كمان أنه بما فيه التفاوض وبحل الدولتين. هلأ منه موقف جديد عن حماس، كان فيه ورقة سياسية قبل طالعة، ولكن أنا بدي أتحدث فيه هلأ خصوصا وأنه هذا الحل رجع إلى أنه يكون موجود على الطاولة، ولكن هذا الحل مرفق بكلام بأنه السلطة في غزة يجب أن تنتقل إلى السلطة الفلسطينية من بعد القضاء على حركة حماس، أو من بعد غربلة قادة حماس، وأن تكون الجناح السياسي في حركة حماس إعادة تكوين السلطة. ولكن بخلاصة الموضوع أن دخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، شو رأيكم بهذا الكلام؟ أولا لابد أن أوضح كلام الأخ إسماعيل هنية، هو تحدث عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس، لم يتحدث عن حدود لهذه الدولة. فلذلك نحن كحركة حماس لا يمكن أن نعترف بالكيان الصهيوني، ولا نقبل بما يسمى حل الدولتين، لأن حل الدولتين هو دولة فلسطينية على أراضي 67 مقابل اعتراف بالكيان الصهيوني والتنازل عن 78%. بس هو قال حل دولتين المحتلة عام 48. نحن بس هو قال استاذ علي حل الدولتين، تحدث عن وقف العدوان، اجراء تبادل واخراج الجرحى، وقال نريد دوله فلسطينيه. اذا استطعنا ان نحرر الضفه الغربيه مع غزه وتقام دوله فلسطينيه دون ان نلتزم كحركه حماس بالاعتراف بالكيان الصهيوني، لا مانع لدينا. لكن موضوع من يدير غزه، اولا عندما يقضوا على حركه حماس نحكي بالموضوع. نعم. نقول لهم حركه حماس ليست مبنى يدمر، وحركه حماس ليست مؤسسه او نفق يدمر، حركة حماس هي حركة الشعب الفلسطيني، حركة حماس هي حركة الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم. لا يمكن أن يقضوا على حركة حماس، وحركة حماس ما زالت قوية على الأرض وتكبد العدو الصهيوني خسائر فادحة يوميا، لحد اليوم لحاله 12 دبابة وجرافة ومجنزرة، وفي العشرة أيام الماضية 82 آلية دمرت، وعدد كبير من الخسائر الصهيونية في هذه الحرب البرية التي فشل العدو الصهيوني في الدخول إلى مدينة غزة، وفشل في إحراز أي تقدم في المخيمات أو في القرى. العدو الصهيوني يقاتل الآن في المناطق المكشوفة والساحلية والزراعية، السيطرة الميدانية هي للمقاومة، والعدو الصهيوني فاشل في تحقيق أي تقدم على الأرض، لذلك يلجؤون الآن إلى المبادرات وإلى المفاوضات من أجل إبرام صفقات لتبادل الأسرى بعد أن فشل الخيار العسكري. نعم نعم. طيب تعتقد، بدي أختم معك لأنه بعرف أنه هلأ عندك ضيوف وما بتقدر تضل بعد الساعة 4، في كلام أنه بدأ العد العكسي لهذه الحرب، خصوصا مع كلام أمريكي يبدو واضح بضبط الحركة الإسرائيلية العسكرية ومنع يعني توسع هذه الحركة في غزة تحديدا، في كلام هيك عم يصدر عن البيت الأبيض أو تسريبات أو بشكل واضح للإسرائيلي، بتعتقد اليوم بدأنا العد العكسي لهذه المعركة للدخول بتبادل أسرى، بمفاوضات لتبادل يعني أسرى؟ يعني بعد 32 يوم من الحرب العدو الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه، لا استطاع أن يحتل غزة ولا استطاع أن يقضي على حركة حماس، وهذا العدو الصهيوني الذي فشل في 7 أكتوبر لا يمكن أن يحقق انتصار على المقاومة الفلسطينية، هو يلجأ إلى قصف المدنيين، الأطفال والنساء والمستشفيات والمؤسسات الدينية والإنسانية، هذا عدو فاشل وجبان ولا يستطيع أن يواجه المقاومة. نحن نقول على العدو الصهيوني أن يوقف العدوان، وعلى الإدارة الأمريكية أن توقف العدوان، ونحن جاهزون لإبرام صفقة تبادل حول كل الأسرى
الذين لدى المقاومة والذين هم محتجزون في سجون العدو الصهيوني. ما في خيارات أخرى. نعم. العدو لا يستطيع أن يقضي على المقاومة، والعدو الصهيوني يعني بعد أن تلقى ضربة قاسية في 7 أكتوبر انضرب دوره في المنطقة ولم يعد قادر على القيام بدوره كحارس للمصالح الأمريكية والأجنبية في الوطن العربي. نعم، يعني سقف المفاوضات أستاذ علي هو وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، هي سقف المفاوضات. نعم، نحن نطالب الآن بوقف العدوان على غزة وأن يكون هناك تهدئة من الجانبين وإجراء تبادل أسرى وفتح معبر. هل تعولون على القمة العربية التي ستنعقد يوم السبت في الرياض؟ يعني أولا نحن يعني من توجه للزعماء العرب بنقول لهم صح النوم، يعني بعد 35 يوم صحيوا وعرفوا أنه في حرب وفي مجازر في غزة، ويعني أنا أعتبر القمة العربية متأخرة كثيرا، يعني بعد 11,000 شهيد وربما يزيد العدد طبعا كل يوم في زيادة. فالعرب إذا لم يأخذوا قرارات شجاعة بفتح معبر رفح وبقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإجباره على وقف العدوان، كل البيانات لا تفيد ولا تنفع ولا تكون بمستوى التضحيات الذي يقدمها الشعب الفلسطيني. إذا كانت قضية فلسطين هي القضية المركزية للدول العربية، عليها أن تأخذ قرارات شجاعة وأقلها وقف أي علاقات مع هذا الكيان الغاصب، إغلاق السفارات الصهيونية في العواصم العربية وإغلاق السفارات العربية في تل أبيب، وكذلك إجبار العدو الصهيوني على عدم التدخل في مسألة معبر رفح. نعم. هذا معبر فلسطيني مصري، ولا بد أن توجه وفد عربي إلى قطاع غزة للتضامن ولوقف العدوان ولرفع الحصار عن قطاع غزة. شكرا لك أستاذ علي بركة، عضو مجلس قيادة حركة حماس في الخارج، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على هذه المداخلة.